كريهة. واحد الريحة بحر ريحة الحوت، بحر شي ريحة طياب، شي حاجة خيبة. واحد الخطر بنتي ناضت في الليل وقالت لي ماما اش هاد الريحة؟ قلت لها بنيتي تاني بحالك ما عرفتش من جاية. هاد الريحة هادي راه تأثر على هاد الناس، خصك تشوف من حالة السيادة ورحنا قاتلين. اش هاد الريحة دابا تقريبا كتجي مع ديك ما بين 6 حتى لديك 9 النهار 10 فهمتيني، كتكون هاد الريحه دائما كتجي في الصباح بكري ملي كيكون البرد. قد ما كان البرد راه كتكون كتجي هاد الريحه تسبه ثاني. الريحه منين جايه؟ كتجي من الزباله، كتجي من الزباله تقريبا كتجي مع البرد، هي والبرد، لكن البرد سميتو كتبعو فهمتيني. حتى الريحه ديالها وحتى الضبابه ديال هذاك الدخان حتى هو كي فهمتي كيكون حتى هو مأثر على سمي. كنسدو السراج كتكون لينا كانوا سميتو، كنسدو السراج مع دابا شويه باش ما تشمش الريحه ديال. كنهضروا عليها وسميتو وغادي نحاولوا باش غادي يمكن نشوف من المسؤولين واخا نديروا شي كي هاد المسؤولين راك عارفين هادشي كلو عارفين المسؤولين ما عارفينش هاد الريحه وسميتو، حتى هما كيدوزوا من هاد الطريق مزيونه وهاد سميتو راه لا بدا كيدوز كيعرفوا هاد الريحه هادي راه مأثر على هاد الناس هادي. خصك تشوفوا من حالة السيادة ورحنا قاتلين مرة كتجي كتدخل حتى للسراج، لما شدينا السراج كتدخل الريحة أكثرية الصباح بكري. في الليل بحال هكا في الليل، أما بالنهار ما كنديوهاش فيها، ولكن في الليل كتكون بعض الخطرات كتجهد، بعض الخطرات ما كنبقاوش نشموها بزاف. إيوا ما عندنا ما غنديرو، كنسدو ضروري كتسدي. دابا مع هاد البرد أصلا بنادم غادي يسد بلا ريحة غادي تسد، ولكن راه كتدخل مع الشق، الشرجم ضروري الشق كيبقاو كيدخل منهم اي ريحه كتدخل. ريحه واحد ريحه كريهه، واحد الريحه بحر ريحه الحوت، بحر شي ريحه طياب، شي حاجه خايبه. واحد الخطر بنتي ناضت في الليل وقالت لي ماما اش هاد الريحه؟ قلت لها بنيتي تاني بحالك ما عرفتش من جايه. اول حاجه كاع اللي تضر البنادم خاصو يطر بها ويحيد علينا. كنتمناو الخير قدام ان شاء الله. كنشموها جي 12 ديال الليل والفوق كتجينا هذيك الريحه، يعني بحال الريحه ديال النفايه ديال الزبالات وديال داكشي الى اخره. وكاين رائحه اخرى بحال ديال القوادس ما مسرحينش بالنهار، كنشموها حاليا دابا بالنهار فهاد فصل الشتاء، هاد فصل الشتاء كنشموا هاد الرائحه هادي بالنهار. وديال الليل راه كنشموها كتجينا بحال ديال الطريق مديونه بحال الزباله، كتجيو 12 الليل وحده الليل داكشي هادي كنشموها ديما. دابا نيت انا، دابا انا واقف معاك وجات لي النيفي هاد رايحة، هذا دابا نيت رجعت ضربتني النيفي دابا جات مع البرد. كضر لا المنطره لا الدراري الصغار ولا الكبار ولا العينين ولا كضر في كل شيء. وماشي انا ديال السب هذا تقريبا الطرف ديال الدار البيضاء كله ديال سيدي عثمان حتى الشارع طاح ديال الياسمينه الاذاعه وداك الشيء هذا كله كيشم من الدار مع هذه الريحه. نتمنوا المسؤولين يصلحوا داك الشيء ويصابوا المسائل ديالهم ويقوموا بالواجب وصافي. الريحه تتوصل باللي تكون الضبابه تتكون، اما الصباح ما تكونش الريحه ماشي الصباح ما تكونش الريحه، تكون مازال بالليل معك وقيت ديال 10 ونص 11 الليل 12 تكون الريحه. الريحه ديال راك عارف الزبال تكون معصر داكشي ديال الزباش ميريكان. الصبر شو اش دير اخويا الصبر، بنادم تيسد السراج تيشد النوافذ كامله و تيصبر. انا بحكم انا عامل نظافه راه جاب الله بعيك، راه حول طلعوا الزباله الفوق شويه بعيك، دخلوها لداخل بعيك الحمد لله، راه مابقاش ديك الريحه اللي كانت فهمتي، طلعوها الفوق. اما حنا يا خويا تنطلبوا ان شاء الله يبقاو كملوا في المسيره باش مابقاش الزباله طالعه هنايا، حيت الزباله طلعوها الفوق، خدام هذه يقينها يومي تشوفها، لان راه دخلات الفوق وداخل جات لداخل ما جاتش الوسط، فهمتي؟ كانت لتحت في الاول كانت مأثره علينا فهمتي.